مرحبا بكم، معي أنا نور مواقي في قالو ناس زمان. في زمان بعيد على وقتنا هذا وفي دوار من دواوير الجزائر، كان كاين زوج خاوة حسن وعلي. كان علي هو الكبير في العمر ومن بعد يجي حسن. حس باباهم بالكبر والتعب، فرح ديسيدا انه يقسم الورث عليهم ومد لكل واحد حقه بالنسبة ليهم. لا، فعلي بدا جنان فيه الخير كامل، وحسن بدا جنان ما فيه والو، كما يقولوا خالي على عروشه. هنا بدات الغيرة، حسن غار من خوه علي وبدا يحوس باه يديله الارض نتاعو. ملا في ليله من ليالي الظلمه، راح حسن بالتخبيه الجنان علي باه يسرق له المحاصيل نتاعو يزرعها عنده. بصح كان علي فايق به وباللعب نتاعو وقعد يعس فيه من بعيد. كان خارج حسن من جنان حكمه وقال له: يا خويا علاش سرقت لي كل شيء؟ عبالك بلي هذه المحاصيل هي رزقي انا وولادي، ردهم لي. حسن خشن راسه وما حبش يرد له واش سرق، حتى انكبرت بيناتهم. ايماجيني واش سرق، قتلو. راح دز حسن عليه طاع على راسه فوق الحجره ومات سور بلاس. شوك حسن وخاف من واش دار وهرب من الدوار، وبقات حكايتهم عبر الكل خاوه. صدقونا الزمان كي قالوا الفار يلعب بين الخاوه على الجيفه.